بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقه النهارده مخصصه للتعليم الصناعي للصف الثالث تخصص تريكو. النهارده ان شاء الله هناخد ماده مهمه جدا من المواد بتاعه التخصص بتاعتنا، وهي ماده التخطيط. الحلقه اللي فاتت كنا خدنا في الماده دي التدريب وانواعه واهميته، وعرفنا ان التدريب مهم جدا خاصه للعماله الجديده اللي لسه جايه تشتغل في المنظمه الصناعيه، واتفقنا ان التدريب لما بيكون للعماله الجديده بيديها ثقه بالنفس ورضا عن العمل اللي هتقوم به، لان العامل الجديد اللي جاي لسه يتوظف او الموظف الجديد اللي جاي لسه يمسك اي مهنه ايا كانت داخل المؤسسه الصناعيه بيبقى عنده نوع من الرهبه او الخوف او عدم الثقه، او ان هو ما عندوش معلومات او مهارات كافيه لهذه المهنه، ولكن بيتم تدريبه علشان اكسبه المهارات اللازمه لهذه المهنه، وطبعا بحسسه قد ايه هو الوظيفه بتاعته مهمه وفايدتها عاليه علشان اديله رضا واحساس ان هو فعلا وظيفته تستاهل وان هي مهمه جدا عنده. اتفقنا ان انا عندي انواع التدريب، وقلنا عندي تدريب توجيهي ودي للعماله الجديده، وتدريب في اماكن خاصه ودي لو انا ما قدرتش ان انا اوظفه أدربه داخل العمل اللي هو موجود فيه نتيجة مثلا ضيق المكان أو أنه ممكن يسبب إصابات للعمالة الموجودة داخل المنشأة الصناعية، فممكن أدربه في أماكن تانية خاصة بس تشبه أماكن العمل اللي هيتم تدريبه عليها. وقلنا أن عندنا تدريب كمان من أنواع التدريب تدريب علاجي، واتفقنا مع بعض أن التدريب العلاجي ده هو تدريب للعمالة اللي تم تدريبها، لأن إحنا بنعمل متابعة وبنعمل مراجعة للعامل اللي تم تدريبه علشان اشوف مدى تحصيله من التدريب، فلو لقيت ان لسه عنده بعض القصور فانا بعمله تدريب ولكن من غير ما اشعره ان هو مش متدربش او ان هو ما استفادش او ان هو في نقص عنده، عشان ما يحسوش بعدم الثقه بالنفس وبالتالي هيأثر على روح المعنويه والنفسيه، فبقوم بعمل تدريب علاجي عن طريق ان انا بشركه داخل مجموعه من العماله وبدربهم، وبالشكل ده بعيد تدريبه في النقاط اللي هو ضعيف فيها او ما استفادش فيها استفادة كاملة، وابقى اتميت المهمة بتاعة التدريب. رابع نوع عندي هو نوع التدريب للترقية، وده للعمالة الموجودة وابرزت نشاط والانتاج بتاعها عالي او ان حصل تطور تكنولوجي ودخلنا مجموعة من الالات والمعدات الحديثة ومحتاج ان انا اعين عليها عمال تاني بس يكون عندهم خبرة بالتشغيل، فبقوم مدرب للترقية، او ان يكونوا موظفين اداريين وعايز ارقيهم لدرجة اعلى فبقوم بتدريبهم وبسميه التدريب ده تدريب للترقية. خدنا كمان المرة اللي فاتت اهمية التدريب وقد ايه انه مهم جدا احط خطة التدريب ولازم اعرضها على ادارة الموارد البشرية علشان تقول اذا كانت الخطة دي فعلا هتعمل نتيجة ولا لا، والمصاريف اللي هتصرف عليها هيكون فين منها فايدة ولا لا. كل ده انا بعمله ليه؟ طبعا احنا برضو خدنا قبلها حاجة اسمها تحليل الوظيفة او تصميم وظيفة وتحليلها علشان اقدر الموظف ده هو قايم بعمل واحد ولا اكثر من عمل، ولو كان قايم باكثر من عمل كنت بعمل معاه اسلوب اما ورقي استبيان كده علشان اساله هل هو مرتاح وقادر يقوم بالعمل ده ولا لا، وبتابعه برضو واشوف انتاجه درجة الجودة فيه عالية ولا لا علشان اقول يستمر في عمل الوظيفتين دول، يا اما ان انا بعد ما بعمل تحليل للوظائف اللي فيها عامل بيشغل اكثر من وظيفة ببتدي اقول لا ده انا محتاج ان العامل ده يركز في وظيفة واحدة وبالتالي هحتاج عدد من العمال. ولذلك النهاردة هندرس حاجة اسمها ازاي ان انا اعمل ارفع العبء عن المصنع بان انا اشغل فيه عدد العمالة المطلوبة واوزعها على المهن اللي هي بتوكل اليهم، بحيث ان انا استفاد من ان كل عامل او كل موظف يبقى مركز في العمل بتاعه وبالتالي يعمل ايه يديني نتيجة عالية وجودة عالية وكفاءة عالية، وبالتالي كل ده هيرجع عليا بزيادة في الانتاج والاكثر من ذلك زيادة في الايه في الربحية. فاحنا هناخد مثال مبسط كده لإزاي أحدد طريقة تحليل عبء العمل للمصنع، والطريقة دي بتستخدم عشان أحدد أعداد العمالة اللي أنا محتاجاها. أنا ببقى مثلا محتاج إن أنا أطلع مثلا 600 بلوفر 400 فستان حسب تخصص طبعا التريكو، بعمل إيه؟ ببقى محتاج أعرف عدد العمالة اللي أنا محتاجهم علشان يطلعوا لي الكمية دي قد إيه. فإحنا هناخد كده مثال بسيط
طبعا احنا مش عايزين نتفاجئ ونقول ايه ده، طب ما احنا بناخد مقايسات، ليه ناخد امثله كمان في التخطيط؟ لا، هي الفكره احنا عارفين ان كل المواد عندنا في الدبلوم كلها مكمله لبعضها، ولذلك انا بس المسائل في ماده التخطيط عندنا هي بس مكمله. يعني ازاي اعرف عدد عماله، ازاي اعرف مثلا احسب كميه قماش هيتم انتاجها لو في مصنع ملابس، فما هياش بنفس القوه بتاعت المسائل بتاعت المقايسات، ولكن واجب ان احنا لازم ايه نعرفها. بيقول لي المثال، قررت شركه انتاج 6000 بلوفر، يبقى كده الكميه الكليه اللي مطلوب انتاجها عندي 6000 بلوفر يوميا، يعني في اليوم مطلوب مني انتاج 6000 بلوفر، علما بان في كل 20 دقيقه انا بطلع بلوفر، يبقى انا كده عرفني الكميه 6000 بلوفر في اليوم، وقال لي ان كل 20 دقيقه هطلع ايه، هطلع بلوفر. تمام. عدد ساعات العمل اليوميه، احنا كلنا خدنا في المقايسات ان في عدد ساعات العمل، ممكن تبقى 8، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى 9. فبيقول لي ان عدد الساعات اليوميه هي 9 ساعات، منهم ساعه اللي هي ايه، ايوه بالظبط كده، ساعه للراحه مثلا، للطعام، للصلاه، للراحه من شويه من العمل علشان يقدر العامل يكمل شغله بعد كده. والمطلوب تحديد حجم القوة العاملة اللازمة لإنتاج 600 بلوفر. يبقى أنا مهم عندي جدا، ما أنا عمالة أحلل في وظيفة وأشوف وأسند أدوار، وإدارة الموارد البشرية شغالة في كيفية تحليل الوظائف وكيفية تصميم وظائف وكيفية عمل تدريبات. لا، ده كمان من أساسيات إدارة الموارد البشرية إن هي تحدد لي عدد العمالة الإيه؟ بالظبط كده، المطلوبة لإنتاج الكمية اللي بتطلب من هذا المصنع. وبعد شوية هنلاقي إن في صلة بين تحديد عدد العمالة المظبوط علشان خاطر بعد كده حدد الأجر بتاعي. فقال لي دلوقتي الكمية الكلية قد إيه؟ 6000 بلوفر، وكل 20 دقيقة بيحصل إيه؟ بنتج بلوفر واحد، وأنا عندي عدد ساعات العمل 9 ساعات، منهم ساعة إيه؟ ساعة راحة. طيب أنا عايز أعرف بقى أنا محتاج كم عامل عشان أنتج 6000 بلوفر دول؟ أقول له تمام، انا هاجي عندي هنا الاول اقول هما 6000 بلوفر محتاجين وقت قد ايه عشان يتم انتاجهم، بما انك حددت لي ان كل 20 دقيقه هقوم بانتاج بلوفر ايه واحد. طيب هو احنا بنشتغل حاليا في هذا المثال بالدقيقه ولا بالساعات؟ لا، انا بشتغل بالساعات، بدليل انه قال لي عدد ساعات العمل 9 ساعات. يبقى في الحاله دي ابتدي بقى احول انتاج البلوفر الواحد في الدقيقه، اعرف هو في الساعات هيبقى قد ايه، فبمسك الكميه كلها اضربها في ال 20 دقيقه اللي هي الزمن بتاع انتاج البلوفر الواحد، ايوه، واقسمه على ايه بقى؟ لو انا عايزه احول من دقائق لساعات، كلنا عارفين ان الساعه بتساوي 60 دقيقه، يبقى انا لما احب احول من دقائق لساعات هقسم على 60. يبقى انا علشان احدد الزمن اللي انا محتاجه لانتاج 600 بلوفر هقوم بايه؟ هضرب ال 6000 في 20 اللي هي زمن انتاج البلوفر الواحد، ولكن عشان هو دقيقه فهقسمه على 60 علشان احوله من دقيقه الى ايه؟ الى ساعه. طلع الناتج عندي قد ايه؟ اهو 6000 في 20 على 60 اداني 2000 ساعه. لما اجي اسال واقول ايه دي؟ تقول لي ده ال 20 دقيقه اللي بيتم انتاج البلوفر فيهم. طب ال 60 دي بتاعت ايه؟ تقول لي عشان احول من دقيقه لساعه، لان انا مش شغال بالدقائق فلازم احول لساعه. الناتج طلع عندي 2000 ساعه. تمام، احنا كده طلعنا خلاص ان انا محتاج لانتاج 6000 بلوفر 2000 ساعه. طيب هو عدد الساعات الفعليه للعمل داخل المصنع قد ايه؟ افكر على طول في المثال، هو قال لي عدد ساعات العمل 9 ساعات، منهم ساعه راحه. طيب يبقى الساعات الفعليه للعمل قد ايه؟ اروح قايله له 9 ناقص 1 يساوي 8 ساعات، يبقى عدد الساعات الفعليه لكل عامل كام؟ 8 ساعات. والساعات اللي انا محتاجها لانتاج 6000 بلوفر هما 2000 ساعه، وانا محتاج عدد العماله، يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ هقسم ال 2000 ساعه على 8 ساعات لكل عامل، يديني عدد العماله اللي انا محتاجاها اللي هي 250 عامل. يبقى انا الاول عملت عدد الساعات الفعليه للعامل في اليوم، قال لي 9 اللي هي عدد الساعات الكليه ناقص الساعه الراحه، طلع الناتج كام؟ 8.
قلت عدد العمال بقى اللازمين، عملت ايه؟ جبت عدد الساعات الكل اللي محتاجاه الانتاج الكلي الكميه، وقسمته على عدد الساعات الفعليه لكل عامل، زي بالظبط كده الانتاج الكلي على الانتاج اليومي مثلا لما احب اطلع الزمن. انما هنا عشان عايزه عدد عماله فقسمت عدد الساعات الكلي على عدد الساعات لكل عامل، فطلع اللي انا محتاجاه لانتاج 6000 بلوفر هو 250 عامل. هكمل. احنا اتفقنا ان التدريب مهم جدا وان ليه انواع، بس هو ينفع ان انا اعمل تدريب وبعد التدريب ما يخلص اسيب العمالة او اسيب الموظفين؟ لا، لازم يكون عندي متابعة. لسه قايلين حالا ان من انواع التدريب التدريب الايه؟ التدريب العلاجي. تمام. طب وانت ازاي عرفت ان العامل ده محتاج تاني تدريب علاجي؟ علشان اعالج النقص اللي موجود عنده من ناحية المهارات اللي ما استفادش منها كلها او ما اكتسبهاش كلها نتيجة المتابعة. يبقى عندي في حاجة اسمها متابعة عمال التدريب داخل خطوط الانتاج، اثناء بقى بعد ما يرجعوا من التدريب داخل خطوط الانتاج بتاعتهم ابتدي اعمل عملية ايه؟ عملية متابعة، ويتم فيها متابعة العمالة المستجدة داخل الخطوط بعد فترة عمل. يعني بعد فترة عمل كده ابتدي اتابع العمالة المستجدة دي واعمل تقرير يومي عن انتاج العامل ده. طب ليه؟ علشان احدد كفاءة العامل ده. هل المنتج اللي هو مطلعه هو منتج بيحتوي على المواصفات المطلوبة لانتاجه؟ هل المنتج اللي هو مطلعه ده في كفاءة عالية في الانتاج ولا في عيوب والمنتج فيه حاجات مش موجودة من المواصفات المطلوبة؟ يبقى انا بعمل متابعة واعمل تقرير يومي عن المنتج اللي بيقوم بانتاجه هذا العامل وكفاءة هذا الايه؟ هذا المنتج. ويتم هنا بقى كفاءة العامل المستجد بعد التدريب. انا دلوقتي بعمل متابعة للعمال اللي قمت بايه؟ اللي قمت بتدريبهم. ويتم ادخال العمال الى المواضع التي تم التدريب عليها ورفع كفاءتهم وتشجيعهم على زيادة الانتاج. دي اسمها متابعة. طب انا بتابع وتابعت العمالة الجديدة اللي تم تدريبهم وحطيتهم في الاماكن اللي تم تدريبهم عليها وعملت تقرير يومي عن كفاءتهم وعن انتاجهم، هبتدي اعمل حاجة اسمها تقييم النشاط التدريبي، وده لا يقل اهمية عن تحديد الاحتياجات التدريبية، وهي وظيفة من وظائف ادارة الموارد البشرية. لما باجي اقيم النشاط التدريبي ده مهم جدا، وزي ما قلنا ما يقلش أهمية عن وضع خطة للتدريب، لأن احنا اتفقنا لما كنت باجي احط خطة للتدريب وما ننساش ان اللي بيقوم بحط خطة التدريب هي إدارة الموارد البشرية. فلما بيوضح خطة التدريب لازم اتفقنا ان مش هتقبل هذه الخطة الا لما يحط لي في البداية السبب من التدريب. يعني التدريب ده لما هيخلص النتيجة النهائية منه هتبقى 1 2 3 4، علشان التدريب ده ما بيتمش مجانا، ده بيتم عن طريق رأس المال للشركة، بيصرف على التدريب ده ماديات لازم تؤتى بايه؟ ايوه بالظبط كده، بربحيتها، ان المتدرب ده يحصل على المهارات المطلوبة منه، وبالتالي لما يرجع لمكان العمل يديني نتيجة الكفاءة العالية نتيجة التدريب، وبالتالي زيادة في الانتاج، وبالتالي يوجد عندي ربحية. فيبقى في زي توازن بين اللي بصرفه على التدريب وما بين الربحية اللي بترجع لي بعد هذا التدريب. تمام. فبيقول لي بقيم النشاط. تمام. وبعدين ايه هي بقى مراحل تقييم النشاط؟ هل كده هخش اقول انا هقيم النشاط؟ لا، عندي مراحل لتقييم النشاط. اول مرحلة عندي هي عند اعداد الخطة التدريبية. يبقى اول ما هبتدي اعد خطة تدريبية هبتدي طبعا بيحصل تقييم. دي خطتي للتدريب، بطلعها الى ادارة الموارد البشرية واقول دي خطة التدريب، انا هدرب العمالة 1 2 3، مش كده وبس، انا هدربهم لازم احدد، قلنا قبل كده الفترة الزمنية للتدريب ده، فانا مثلا التدريب ده هيتم في اسبوع، في 15 يوم، في يومين، في 3، يبقى حددت الفترة الزمنية ليه. التدريب هيكون مثلا على المعدات 1 2 3، او هيكون اداري مثلا فيتم على الملفات على كذا على كذا الى اخره. يبقى انا هنا هقيم الخطة. يبقى اول حاجة من خطوات تقييم التدريب هو المرحلة الاولى عند اعداد الخطة التدريبية، لشرط لاني انا لو ما كانش فيه متابعة للخطة التدريبية من الاول، الخطة التدريبية ممكن ايه؟ ترفض، ارفضها وممكن اقبلها. مين اللي بيعمل كده؟ ادارة الموارد البشرية. المرحلة الثانية
التقييم بقى أثناء الخطة التدريبية. يبقى مش هقول مثلا إيه أنا هقيمه وأنا بحط الخطة وهقيمه بعد التدريب، لا، ده كمان أثناء التدريب لازم يكون في متابعة للتدريب من حيث المدرب اللي يقوم بتدريب الأشخاص، ومن ناحية مدى استقبال المعلومات بالنسبة للمتدربين، وده بيكون أثناء مراحل التدريب، لأني أكيد لازم أشركهم في النشاطات التدريبية علشان أعرف مدى تحصيلهم لهذا التدريب يومي حسب الفترة الزمنية اللي بيتم تدريبهم عليها. يبقى عندي المرحلة الأولى أثناء وضع خطة التدريب، المرحلة الثانية أثناء التدريب، طبعا أنا سمعكم تلقائيا بتقولوها المرحلة الثالثة هتبقى إيه بعد الإيه، برافو عليكم، بعد تنفيذ خطة التدريب. يبقى أنا عندي ثلاث مراحل لتقييم التدريب، أثناء وضع الخطة، أثناء التدريب نفسه، وطبعا بعد إيه، بعد تنفيذ الإيه التدريب. طيب نيجي بعد كده، احنا خلاص دربنا الموظفين. هو اول ما يجي اي موظف او اي شاغل وظيفة عندي في المصنع، اول حاجة بنتفق عليها بعد ما بشوف مواصفاته اللي احنا برضو خدناها قبل كده، مواصفات شاغل الوظيفة كل واحد حسب مهنته، ولقيت ان عنده الحد الادنى لهذه المواصفات. وقلت قبل كده ان بعض الناس اللي بتبقى جاية بتقدم كل اللي بيبقى عندها مجموعة من المعلومات لكن ما فيش مهارات، وانا التدريب ده بعمله علشان يبقى في عندي مجموعة من المعلومات ومجموعة من الايه من المهارات. طيب هو انا بتفق على ايه مهم جدا لما بيجيني عمالة جداد او بيجيني شاغل وظيفة جديد؟ على حاجة اسمها الاجر، والاجر ده بيبقى ما بين الانسان صاحب المؤسسة دي ماشي كده، وبين اللي هو الفرد اللي جاي يشتغل داخل المؤسسة. يبقى هنعرف اول حاجة عندي يعني ايه اجر. اجر هو مقابل عمل مبذول وفق ما ينص عليه العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، عقد بيتكتب بين العامل وبين صاحب العمل، وبيتقال جوه العقد ده هياخد قد ايه، مثلا ساعات العمل، عدد ساعات العمل اللي هيشتغلها، زي ما شفنا كده ممكن يشتغل 9 وياخد راحة ساعة، الاجازات اللي بيقوم بيها، هل عليه تأمين ومش عارف، كل البنود اللي بتكتب داخل العقد بيبقى فيها جزء مهم جدا، لان اي حد راح يشتغل اي شغلانة بيبقى اكتر حاجة بيفكر فيها هي الايه، هي الاجر. ولذلك لازم يحس برضا نفسي ان الاجر ده هيتناسب مع المهنة اللي هو هيقوم بيها، وهناخد انواع الاجر حالا وازاي ان انا هقسمه خلال المصانع اللي هيقوم تشغيل الموارد البشرية فيها. يبقى الاجر تاني هو مقابل عمل مبذول وفق ما ينص عليه العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل. عندي بعد كده، طب انا دلوقتي علشان اخطط الاجور دي واوزعها واقسمها واصنفها اعمل ايه؟ قال لي في خطوط رئيسية لسياسة تخطيط الاجور. ايه هي الخطوط دي؟ اول حاجة وانا بعمل كده أصنف الأجور لازم أضمن حاجة مهمة جدا يا سنة تالتة، هي العدالة في توزيع الأجر، إني صح إني ما يكونش المهن اللي موجودة، طبعا إحنا عارفين كل مهنة ليها المهام اللي بيقوم بيها، يعني في مهام صعبة في مهام متوسطة، يبقى في إيه بقى، يبقى في فروق بين ملحوظة، ما يبقاش في فرق كبير قوي لصاحب مهنة بازل فيها مجهود جامد وصاحب مهنة تانية بازل فيها مجهود أقل، ده بيخلق إيه، بيخلق روح من الإيه من العداء، وبتلاقي النفسية للعامل ابتدت تتأثر وممكن ما يطلعليش الانتاج اللي انا محتاجاه. يبقى لازم يكون في عدالة في توزيع الاجر، الاحتفاظ بالتوازن بين الاجور وبين حجم الانتاج. يعني مثلا احنا دلوقتي هناخد من انواع الاجور اللي هو الاجر اللي بالانتاج، ما جيش مثلا انا اقول لشخص انت لو طلعت 100 قطعة مثلا، ده لو في مصنع ملابس او ساعات في مصانع التريكو بيبقى بالقطعة او بالسطور، مثلا هديك مثلا مبلغ 1000 جنيه، وبص الاقي واحد تاني موجود وبمفروض يطلع برضو ياخد 1000 جنيه برضو بس عامل 50 قطعة بس، انا ايه اللي حصل دلوقتي؟ ما عملتش توازن، يعني مطلوبش اقول اعمل لي 2000 قطعة هديك عليهم 500 جنيه مثلا، ايه ده؟ يعني يقعد يعمل زي دلوقتي المثال اللي خدناه 6000 قطعة في اليوم وفي الاخر اخد 500 جنيه، برضو لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في توازن بين الاجر وبين الانتاج اللي هيطلب من هذا العامل علشان العامل يبقى عنده رضا ايه؟ رضا نفسي، وابتدي ارفع معنوياته لما يحس ان المجهود اللي بيقوم ببذله بياخد عليه الاجر الايه؟ المناسب. ايه كمان من الشروط والخطوط اللي لازم ابقى حاططها في الاعتبار لما اجي احدد اي اجر؟
الاحتفاظ بالتوازن المستمر بين الأجور والنقدية والأسعار. غريبة قوي، ايه ده؟ ايوة طبعا، انا دلوقتي لما اجي احدد الاجر للعامل اخد بالي من حاجة مهمة جدا، ان الاجور بتتغير وان الاسعار بتتغير، فما اقولش اصل انا السلعة عندي اجرها او استمنها قليل فعشان كده انا عامل اجور قليلة. لا، لو السلعة عندك كفاءتها عالية وجودتها عالية وان العامل هنا او شاغل الوظيفة بيقوم بانتاجها بالجودة المطلوبة، يبقى هو مش ذنبه ان انت عامل السلعة بتاعتك بسعر مخفض. لا، لازم يبقى فيه توازن بين الاجر اللي هتديه للعامل ده وبين الثمن بتاع السلعة والاجور الموجودة في المصانع المتشابهة للمصنع ده. لازم، لاني لو حصل انا دربت العامل وصرفت على التدريب دي مبالغ مالية عالية جدا، وجي العامل ده دخل المصنع وابتدى يطلع انتاجه مطلعه بجودة عالية بس حاسس انه مش بياخد نفس الاجور اللي بياخدها زميله في مصنع مشابه وبينتج نفس المنتج وبينتج نفس الاعداد، هبص الاقي العامل ده في ثانية راح يبحث في المصنع المنافس، وبالشكل ده ابقى انا خسرت. ليه؟ لان انا صرفت على تدريبه واكسبته مهارات وما استفدتش منها. يبقى انا لازم ان الاجر اللي بحدده ان لازم يكون في توازن بينه وبين الاسعار وبين النقدية بتاعتنا. ايه كمان؟ ترك فرق ملموس بين اجور العمال الغير فنيين والعمال المهرة وفائق المهارة. لازم يكون في فرق، يعني العامل العادي ما يبقاش اجرته تمام زي العامل الماهر، والعامل الماهر ما يبقاش اجرته زي فائق المهارة مثلا. لازم يكون في توازن وفروق بين الاجور علشان كل واحد يحس ان هو واخد ايه، واخد حقه. ده مش كده وبس، ده كمان ان العامل اللي هيبقى اقل مهارة هيحاول يعمل ايه، هيحاول ان هو يرفع من شأنه ومن كفاءته ومن لو حتى تعليمه اقل، هيحاول ان هو كمان بجوار العمل ان هو يحسن من الناحية العلمية. لي نكمل كمان نظام دفع الأجور. بقى احنا كده اتكلمنا عن الشروط الواجب توفرها لما اجي احدد الأجور بتاعتي. طيب، هي نظم دفع الأجر ازاي؟ يعني ازاي اقول انا هدفع الأجر الفلاني؟ عندي الأجر الزمني، عندي الأجر حسب الانتاج، والأجر التشجيعي. يبقى انا عندي كم نوع للأجور؟ ثلاثة: أجر زمني، أجر حسب الانتاج، وأجر ايه؟ أجر تشجيعي. هناخد كل نوع كده وهنمسك اول نوع ونقول الاجر الزمني. من الكلمة زمني يبقى محدد بزمن معين، يبقى على اساس وحدات من الزمن زي الساعة، اليوم، الشهر، وهذا الاجر لا يتأثر بتغيير معدل الانتاج. والاجر ده اللي هو الزمني هناخد دلوقتي مميزاته وعيوبه. هنلاحظ ايه؟ ان خلاص العامل عارف ان هو خلال مثلا اليوم هياخد مبلغ مثلا كذا، خلال الشهر، خلال الاسبوع. يبقى هنا الاجر الزمني بيدي شوية راحة نفسية للعامل انه عارف انه ملوش دعوة بالانتاج، هو ليه دعوة بالفترة الزمنية اللي هيقوم بانتاج المنتج بتاعه فيها. يعني اشتغل يوم هياخد اجره، اشتغل اسبوع هياخد اجره، اشتغل شهر هياخد اجره، لاني انا بقبض بالزمن. تمام؟ طب نشوف مميزات وعيوب هذا الاجر. اول حاجة مزايا الاجر الزمني: ضمان دخل معين للعامل مما يوفر له الاستقرار النفسي، هو عارف ان هو كل شهر او كل اسبوع او كل يوم هياخد المبلغ الفلاني، فده عامل له استقرار ايه؟ استقرار نفسي، وخاصة ان ملوش صلة بالانتاج. صلاحية النظام بالنسبة للعامل في حالة اداء مجموعة متفاوتة من الاعمال غير النمطية، يعني كمان ده هيساعدني لما يكون العامل قايم باعمال مختلفة غير نمطية، هو برضو عارف ان مهما عمل هو كده واخد اجر وثابت ومرتاح نفسيا، ممكن يشتغل اللي هو عايزه خلاص بقى، يعني اي حاجة هتسند اليه هيقوم بايه؟ بعملها. طب احنا ده مميزات الاجر الزمني، ان هو هيخلي العامل عنده على طول استقرار ايه؟ مادي ونفسي. تمام؟ طب من عيوب هذا النظام هبوط مستوى الاداء. ما انا لسه بقول العامل حاسس انه مهما اشتغل ومهما عمل مش مهم، طلع الانتاج المطلوب ما طلعوش، كفاءته عالية مش عالية، هو كده يا عم انا باخد بالساعة، يا عم ده انا باخد بالاسبوع، باخد بالشهر، فده يعمل ايه؟ هيقلل الاداء بتاع العامل ويخلي الكفاءة العالية للمنتج يحصل لها ايه؟ هتقل.
تاني حاجة من عيوب هذا النظام انعدام توفر الحافز لمضاعفة الانتاج علاوة على احباط العامل الممتاز. طبعا لو انا عامل ممتاز ومجتهد وبحب عملي عايز اطلع المنتج في احسن حال، وعامل تاني متراخي ولا هو بيدور على جودة ولا بيدور على كفاءة عالية، خلاص هو مستقر نفسيا وماديا وعارف ان هو بعد اسبوع هيقبض مبلغ معين فبيطلع المنتج زي ما يطلع. اللي هيحصل هنا مفيش حوافز. هتدي حوافز على اي اساس؟ ما هما الاتنين بنفس الاسلوب بياخدوا بنفس الزمن اذا كان يومي او اسبوعي او شهري، فخلاص فين الحافز؟ مفيش حافز. طب ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان العامل الممتاز هيبتدي يحصل ايه؟ يقل مجهوده لانه شايف ان في الاخر كله بيتساوى. دي من عيوب الاجر الزمني. طب نيجي لتاني نوع بقى وهو الاجر حسب حسب الانتاج. هنا بقى الاجر ده هو ارتباط الاجر بمعدل الانتاج. يعني لما اجي اقول صح ولا غلط الاجر الزمني مرتبط بمعدل الانتاج، غلط. امال ايه الصح؟ لا يرتبط بمعدل الانتاج. انما لما اقول الاجر حسب الانتاج ده مرتبط اساسا بانتاج العامل او متوسط انتاج مجموعه من العمال. يعني مثلا الخمسه دول شغالين مثلا على انتاج مجموعه من البلوزات، انا عايز منك 100 بلوزه، 1000 بلوزه، 2000 بلوزه وهكذا، او بلوفر او جاكيت ايا كان نوعيه الانتاج، فطلعها لي عشان انت هتتحاسب بانتاجك ده. ممكن يبقى فرد وممكن يبقى مجموعه مشتركين من من الافراد. يبقى هو ارتباط الاجر بمعدل انتاج فرد او مجموعه من سنه ثالثه من الافراد، ماشي، وتدور فوق فكرته حول مكافاه العامل المجتهد على معدل انتاجه. هنا بقى هيحصل ايه؟ هيبقى فيه روح من روح التنافس. انا لو طلعت مثلا 100 قطعه هاخد كذا، طب يا سلام بقى لو شديت حيلي واجتهدت اكتر وطلعت عدد انتاج اكتر، هبص الاقي نفسي باخد اجر اكبر. يبقى انا هولد روح روح التنافس. طيب هذا النظام يستخدم في الاعمال التي يسهل قياس كميه الانتاج بها. لو لاحظنا كده ده عامل واقف على كميه من الفلوس اقل، وده اعلى شويه وده اعلى وهكذا وكذا لغايه اخر عامل. هو ايه اللي حصل هنا؟ احنا ربطنا بين الاجر بتاعه وبين مدى انتاجه اللي هيطلعه. والله طلع الانتاج المطلوب منه يبقى هياخد الاجر المتفق عليه، طلع انتاج اعلى هيزيد وهكذا 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 لغايه ما بص الاقي في فروق بين الاجور وبعضها. بس ده هيولد لي في الاخر روح من التنافس، والعامل المجتهد هيحس قد ايه هو بياخد حقه، وبالتالي هنا هيبقى في روح اجتهاد ان انا كمان اقدر اخد حقي. ده بالنسبه لنظام الاجر بالانتاج. مزايا النظام الاجر حسب الانتاج ايه بقى؟ عداله الطريقه، اتفاق اتقانها في المبدا مع الكفاءه الانتاجيه، لان بما ان انت بتجتهد عشان تطلع عدد من القطع وبتاخد عليه الفلوس او الاجر اللي اتفقنا عليها، فهيكون درجه الاتقان عاليه. ايه كمان؟ سهوله حساب الاجر، سهل جدا. انا عملت عقد بيني وبينك وقلت لك ان انا الاجر بتاعك هتاخده بالانتاج، يبقى سهل جدا ان انا اجي احسب انت طلعت كام قطعه. لو هو هياخد مثلا كل 100 قطعه، طلعت 100 قطعه اتفضل الاجر اللي اتفقنا عليه، طلعت 200 يبقى اتفضل المبلغ المضاعف. يعني مثلا لو عندي 100 قطعه مثلا ب 1000 جنيه، هو طلع مثلا 150 قطعة يبقى هياخد 1500 جنيه وهكذا. يبقى سهل جدا ان انا اعمل احسب الاجر. تمام. ايه كمان؟ استعادة صاحب العمل من من كمية الانتاج الزائدة مما هيقلل من التكلفة. انا دلوقتي العامل مثلا اجتهد قوي عشان ياخد اجر اكتر، فعمل لي انتج لي كمية اكبر من المطلوبة. هنا صاحب المؤسسة الصناعية هيستفاد. هيستفاد ازاي؟ هياخد الكمية الزائدة دي ويستغلها في ان هو ما يعملش كمية تاني لو اتطلب منه نفس المنتج، وبالتالي انا قللت هنا التكلفة اللي بيتم صرفها على انتاج نفس النوعية مرة تاني. يبقى برضو صاحب العمل استفاد من الاجر حسب الانتاج. جودة السلعة، مصلي انا دلوقتي ما تنسوش ان احنا بنعمل متابعة على الكفاءة والجودة بتاعت السلعة اللي بيقوم بانتاجها مين؟ العامل. فبالتالي اللي بيحصل ان العامل هيبقى عايز جودة السلعة تبقى عالية علشان يقدر ياخد حوافز، يقدر ياخد مكافئات، الاجر بتاعه يعلى اكتر، يبقى كمان صاحب العمل هيستفاد بجودة السلعة. وجود الاشراف السليم ومعرفة الكمية الواجب انتاجها في اليوم. انا دلوقتي بعين
مشرفين يتابعوا هذه العمالة. فبقول له ان كل عامل هيعمل مثلا 1000 بلوفر مثلا، فهو عارف رايح يشرف على ايه، ان كل عامل هيطلع مثلا 1000 بلوفر 100 بلوفر، يبقى هيقدر يحسب في التقرير اليومي اللي هو بيعمله كل عامل انتج قد ايه من القطع، وبالتالي يبقى سهل كمان ان انا احسب له الايه الاجر. هنكمل مع بعض ايه عيوب النظام. احنا اتفقنا كل نوع من انواع الاجر هناخد مميزاته وهناخد عيوبه. طب ايه عيوب الاجر بالانتاج؟ قال لي واحد، سوء صحة العاملين. هو احنا بنتكلم عن ايه؟ عامل عمال يا حرام يجتهد ويزيد في اجتهاده علشان يعمل ايه؟ علشان خاطر يطلع منتج ويزود من عدد الكمية اللي هو مطلوبة منه، علشان يزود من الاجر اللي هو هياخده. طب ما ده هيرجع في الاخر الى ايه؟ صحة العامل. اولا العامل هيحس بالارهاق الشديد، وكمان صعوبة استخدام هذا النظام مع العمليات المتعلقة ببعضها. يعني انا دلوقتي عامل مثلا موجود في القسم بتاع مثلا، يعني هنقول مثلا لو هو في مرحله في مراحل التريكو او الملابس، ففي بعض العمليات مرتبط ببعض، زي مثلا اعداد البطرون، وضع البطرون على القماش، بعد كده القص، بعد كده خياطه، بعد كده تركيب مثلا اكمام او جيوب او ياقات، وبعد كده في كي، وبعد كده في تغليف. كل المراحل دي مرتبطه ببعضها، ما ينفعش افصل مرحله عن الاخرى. فقال لي ان هنا في مشكله، انا ما اقدرش احدد كميه الانتاج في العمليات اللي هي مرتبطه بايه ببعضها. يبقى اول حاجه من عيوبه ان هو بيأثر على صحه العامل ويسبب له ارهاق شديد. تاني حاجه ان في العمليات المتتابعه مع بعضها بعض المصانع هيبقى صعب ان انا اعمل الكميه بالايه بالاجر بالانتاج. ايه كمان؟ قصرة الاعمال الكتابية نظرا لتغيير مستوى الاجور. يعني مثلا فلان النهاردة عمل مثلا بدل ما يعمل 100 قطعة عمل 50، بكتب فلان عمل 100، فلان عمل 150. حتة ان الانتاج او كمية الانتاج بيحصل لها تغيير، فبالتالي بستخدم ورق كتير. طب موضوع برضو عيب مادي على صاحب العمل، انه بيضطر يستخدم كمية من الاوراق علشان متغيرات الايه الانتاج. تمام، يبقى انا كده عرفت اول اجر اللي هو الاجر الزمني، وعرفت مميزاته وعيوبه، والاجر بالانتاج عرفت مميزاته وعيوبه. عندي ثالث نوع من الاجور اللي بيتم الاتفاق عليها، هو الاجر التشجيعي. والاجر التشجيعي هنا بقى ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما يكون عملية الاشراف صعبة شوية. ازاي؟ الغرض منها زيادة الانتاج لاغراء العامل بالحصول على مزيد من المال مقابل انتاج ومجهود اكتر. يعني انا بقول للعامل لو عملت مجهود اكبر وانتجت اكتر انا هديك مثلا 50 زيادة جنيه زيادة، 1000 جنيه زيادة، 100 جنيه زيادة. فانا بعمل له عملية ايه؟ اغراء، علشان يعمل ايه؟ يطلع لي انتاج اكبر، ويطلع لي كمان ايه؟ احصل على منتج اجود. ويتم اللجوء لهذا النظام انا لسه قايله امتى؟ لما يكون في عيب في الاشراف او انخفاض في الروح المعنوية او هبوط في مستوى الاداء بالنسبة للانتاج. انا ببص كده لاحظت ان المشرفين ما هماش يعني في عيوب عندهم، في بعض القصور. خلاص انا اعمل روح تشجيعية للعامل واقول له انت لو طلعت كمية من المنتج يعني فوق انتاجك مثلا كذا هديك كذا. يبقى ده اسمه الاجر التشجيعي، وده بيحصل لما بلاقي ان الاشراف هنا في عيوب، او انخفضت الروح المعنوية بين العمال وبعضها، او ان حصل قصور في الكفاءة او الجودة الانتاجية للمنتج بتاعي. وده ثالث نوع من انواع الايه؟ من انواع الاجور. طيب يتم اللجوء لهذا النظام قلنا عندما يكون في ايه؟ يكون في عيب في الايه؟ في الاشراف او مستوى الاداء بتاعي يقل. طب ده عموما، يعني دي الاجور عموما في مصانع الايه؟ الانتاج ايا كان نوعها. طب تعالوا بقى نتكلم عن الاجر داخل مصانع التريكو والملابس الجاهزة. هنقول اول حاجة عندي في مصنع التريكو، احنا لسه كنا بنقول في الاول ان في مصنع التريكو ممكن ينفع بالانتاج وممكن ينفع بعدد الايه؟ السطور. وده بيبقى موجود على المكن زي كده عداد، العداد ده بيعد عدد السطور، وبالتالي الاجر في التريكو بحساب عدد السطور المنتجة يوميا عن طريق عداد في المكنة او بالمتر. لان انا اتفقنا ان عندي على المكنة في حاجة اسمها العداد، العداد ده بيعد عدد السطور، يبقى انا ممكن اعمل الاجر حسب عدد السطور اللي تم تشغيلها على المكنة.
تمام، مع ان انا بحس ان ده برضو ما هوش فيه عدل شويه، لان المكنه اللي شغاله فهي اللي بتعمل عدد السطور، لان بما ان فيها عداد يبقى شغاله اليا، يبقى كل اللي عمله العامل ان ظبط المكنه والكمات والعيارات، واللي قام بعمل السطور هو مين؟ المكنه. وقال لي ايه كمان؟ ان كمان ممكن اقيس بالمتر، تمام؟ ده يبقى انا عندي في مصانع التريكو اما عن طريق عدد السطور او ان انا اقيس بالايه؟ بالمتر. بجوار طبعا الايه؟ لو انا بعمل منتج يبقى ممكن كمان عدد الايه؟ القطع. طب في الملابس الاجر هنا حسب القطعه المنتجه في اليوم او الطريحه، دي طبعا جمله بتبقى معروفه في مصانع الملابس، اللي هو كميه معينه، بقول دي طريحه من الملابس مثلا 1000 قطعه 100 قطعه وهكذا، وتحديد اجر لها بالاضافه للاجر بالساعه او المده او الشهر. طبعا ده بينطبق اذا كان في مصنع تريكو او كان في مصنع ملابس. ايه هي بقى اهميه التحفيز؟ انا دلوقتي اما اجي اعمل حوافز للعمال واحفزهم، ايه الغرض منها؟ انا الوظيفه بالنسبه للفرد هي عباره عن ايه؟ لو انا جيت قلت انا جعانه جدا وعايز اكل، على طول انا عايزه اشبع الرغبه دي، عايزه اشبع الدافع ده اللي هو دافع الجوع، فهروح على طول اشتري اكل واكل. اي حد رايح لوظيفة عنده دافع واحد فقط لا غير، وهو الاجر والحوافز اللي هياخدها اثناء عمله. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اشبع هذا الدافع علشان العامل يحس براحة ايه؟ نفسية. اي حد عندنا عنده دافع هو نفسه او بيعمل على اشباع هذا الدافع ده، ممكن يكون مادي معنوي نفسي، فبيحاول على طول ان هو يشبعه. برضو في المهن كل عامل عنده دافع للحصول على الأجر أو الحوافز، فيجب على كل صاحب عمل إن هو يشبع هذا الدافع. الوظيفة بالنسبة للفرد مجالا لإشباع دوافع الإنسان المادية والنفسية والاجتماعية والذهنية. إيه الحاجات دي كلها؟ طبعا هو دلوقتي لو ماديا مستريح، نفسيته هتبقى مستريحة، هيقدر يصرف على بيته وعلى أولاده ويعمل كل الحاجات اللي بتطلب منه في أسرته، يبقى كمان كده أنا حسنت الحالة الاجتماعية. والذهنية إنه ما يكونش على طول شارد وفي سرحان، ده احنا بنتكلم على إن العامل لو كان عنده سرحان أو شارد أثناء العمل ده بيسبب إصابات وحوادث كتيرة جدا. يبقى الحافز أهميته إن هو هيعالج الناحية المادية، الناحية النفسية، الناحية الاجتماعية والذهنية، وبتحقق في الآخر كل ده لما يكون العامل مستريح بالشكل ده وواقف بينتج، ده هيصب عندي في الإيه؟ في المنظمة بتاعتي. ما هي أهداف الحوافز بقى؟ الحوافز دي ايه اهدافها؟ اول حاجه تشجيع المنافسه بين العاملين، انا عايز اشتغل النهارده علشان فلان امبارح لما طلع منتج بنفس الكميه وبنفس الجوده خد كذا، ده في كمان واحد تاني اترقى، ده في كمان ايه اللي حصل هنا؟ الحافز عمل ايه؟ ايوه زود روح المنافسه بين العمال وايه؟ وبعضهم. ايه كمان؟ تميز الافراد ذو الاداء المميز، انا بميز بين الافراد اللي ادائهم مميز، زي بالظبط عندنا هنا في المدرسه، اما يكون طالب شاطر ومجتهد وطالب تاني مش مجتهد، ما اهملش اللي مش مجتهد واهتم بلا، انا بالعكس اقول اعمل شهاده تقدير واقول ان شاء الله باذن الله الطالب اللي مش مجتهد ده لو عمل زي الطالب ده انا هجيب له هو كمان شهاده تقدير. انا عملت ايه دلوقتي؟ ميزت الطالب المتميز وعملت روح من التشجيع للطالب اللي هو مش متميز، هبص الاقي ان الاثنين بعد كده هيبقوا في درجه تميز ايه؟ واحده. يبقى انا هنا ميزت الافراد ذو الاداء المميز علشان اوصل الافراد اللي ادائهم مش مميز ان هم يحاولوا ايه؟ روح المنافسه يبقوا زيهم. كمان حفظ ذو الاداء المتوسط على التقدم، ما هو لسه قايله انا لما جيت مثلا ميزت اللي ادائهم ممتاز، هقول كمان لو حد تاني كل مده او كل اسبوع انا اللي هيتميز في عمله ان هو هيعمل لي منتج بكفاءه عاليه انا هديله حافز كذا، انا هزوده في المرتب، انا هعمل له مثلا رحله، انا هعمل له تدريب، انا هرقيه. ايه اللي هيحصل هنا؟ ان مش اروح اعمل بقى العامل المتوسط، طب ما انت كده هتتاذي، ان العامل ده نتيجه اهمالك ليه هيبتدي ايه مستواه ايه يقل اكتر. لا، العامل المتوسط هيبتدي يحس ان هو لو اجتهد هيبقى زيه زي هذا العامل المميز، هيبتدي يعمل ايه؟ يرفع من ادائه الايه؟ المتوسط. وفي الاخر كل ده بيرجع لمين؟ بيرجع لصاحب العمل، يبقى ما فيهاش حاجه لما اجتهد مع العماله اللي موجوده عندي عشان يرجع لي في الاخر ايه؟ الربحيه وزياده الانتاج.
ابراز هويه المنظمه في الاداء المتميز. انا دلوقتي لو رايح اشتري اي منتج، احنا بنتكلم على مصانع الملابس الجاهزه والتريكو، فكل مصنع بيبقى ليه الماركه بتاعته المسجله ليه. فانا دلوقتي لو رايح اشتري مثلا اي قطعه ملبس ليا، وجيت قلت مثلا انا عايز مثلا الشركه الفلانيه، اصل هي ممتازه، اصل جودتها عاليه، ده انا باخد المنتج ما شاء الله مواصفاته مظبوطه، نوع القماش ممتاز، التفصيله المقاسات مظبوطه، ايه اللي حصل ده؟ سمعه للمصنع اللي بيقوم بانتاج القطع دي، وبالتالي زياده الاقبال عليه من المستهلكين، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ان هتزيد الربحيه، والمصنع العجله بتاعته دوران العمل هتزيد. يبقى انا هنا بعمل هويه للمنظمه بتاعتي لما يكون عندي المنتجات طالعه بمواصفات جيده نتيجه ان انا مهتم بالعماله بتاعتي. استمرار التميز في الاداء وتطوير الاداء المستقبلي، انا على طول بقى انا بحفز كل عامل الاقيه الاسبوع ده مثلا نعمل العامل المميز وياخد جايزة وياخد حوافز، هبص الاقي الاسبوع اللي بعده في منافسة. زي بالظبط ما اقول بقسم الفصل مثلا لمجموعه، المجموعة دي والمجموعة دي، انا هعمل امتحان داخل الفصل ونشوف مين الاشطر، الخمسة الاوائل العشرة الاوائل، هتلاقوا في روح من التنافس بين الطلبة بعضهم، هبص الاقي في اجتهاد. نفس الكلام بالنسبة للعمالة، انا لو عملت كل عامل بيجتهد اقول طيب العامل التاني لو حد اجتهد تاني هديله برضو حافز، كل ما عامل يجتهد اديله حافز، هلاقي هنا الاجتهاد ده هيزيد، وبالتالي مستقبلا سمعة هذا المصنع او المنظمة الصناعية هيحصل لها هتبقى في الصدارة، وانتاجها هيبقى سمعته كويسة. ما هي شروط نجاح نظام الحوافز؟ ايه هي شروط نجاح؟ لو انا قلت الحافز ده هينجح لو انا عملت واحد اتنين تلاتة، اول حاجة عشان احقق الاهداف المتوقعة من هذه الحوافز، واحد اتفاق اهداف العمل مع اهداف الفرد، ان انا مثلا اهدافي في العمل ان انا اطلع المنتج الفلاني بالعدد الفلاني، يبقى اهداف الفرد انت لو طلعت المنتج ده بنفس العدد هتاخد المبلغ الفلاني وعمل لك حوافز كمان، يبقى في اتفاق بين اهداف العمل واهداف الفرد. توافق الوظيفة مع ميول الفرد وقدراته، ان انا احط زي ما كنا بنسمع زمان العامل المناسب في المكان المناسب، لازم يكون في اتفاق بين الوظيفة وبين ميول العامل وبين قدراته، ما حطش العامل في مكان قدرته ما تقدرش عليه، ولا في مكان اقل وقدرته تستوعب مكان اعلى، لازم يبقى في توازن بين قدرة العامل وميوله وبين العمل اللي بيوكل اليه. طبعا الجمع بين الجانب المادي والمعنوي، لازم ان انا احسسه دايما على قد تعبك هتاخد الاجر اللي يناسب لك، وبالتالي كل ما هتجتهد كل ما المميزات هتزيد وكل ما الحوافز هتزيد، كل ما معنويات العامل هترتفع واعطائه للعمل هيزيد وانتاجه للمنتج بتاعه بكفاءة عالية وجودة عالية ما هيزيد. تناسب الحافز مع الجهد المطلوب، يعني ما يجيش مثلا ابص الاقي واحد جهده ما هوش مناسب ان اديله حافز واقول انت هتاخد حوافز النهارده، طب ما انا كده بوقع كل اللي انا عملته، لان انت بتديله حافز على وهو اصلا ما بيبذلش اي مجهود، واللي بيعمله يا دوبك بس يطلع الكميه وبالعافيه اللي هو بينتجها. لا، لازم ان الحافز يكون على قد المجهود عشان يبقى في اقتناع نفسي بين العامل وبين عمله، ان هو لو اجتهد وعمل المنتج بتاعه بالمواصفات المطلوبة هيجي له حافز، مش الحافز، لان لو انا شفت ان العمال اللي ما بيجتهدوش بياخدوا الحافز ده، طب طيب لا كده الحافز فقد اهميته. توفير القدوة الحسنة للافراد في الاداء والعلاقات، لازم يكون في قدوة حسنة، وخاصة يا سلام لو المشرف ده يكون قدوة حسنة للعمالة، يكون في عامل مجتهد وابتدى يترقى وابتدى ياخد مكانة اعلى، وبعدين جات له مثلا مكنة بتطور تكنولوجي معين فابتدى يتدرب عليها وترقى ليها، اللي بيحصل هنا انا واخده القدوة بتاعي. كل ما كان في قدوة في مكان العمل كل ما كانت العمالة الموجودة بتحاول تجتاز، يعني توصل لنفس المرحلة اللي هو وصل لها، ودي مهمة جدا. التعرف على رد فعل الافراد واستطلاع ارائهم اتجاه الحوافز، كل فتره اعمل كده زي استبيان وابتدي اقول لهم ايه رايكم، خلي بالكم ان المشاركه
مشاركة العمالة في الآراء داخل المؤسسة الصناعية مهم جدا، لأن ده بيديهم ثقة في النفس. أنا رأيي مهم جدا، ده أنا بكرة أنا بتنبأ إن أنا مثلا المكنة دي لو حصل 1 2 3 ممكن تدي إنتاج 1 2 3. فنتيجة إشراكهم في الآراء عمل إيه؟ زود لي من حماسهم، عملت عندهم عملية حماس، يبقى حابين الشغل، وبالتالي مش هيسيبوا العمل اللي هم اتدربوا وصرفت على تدريبهم فيه ويروحوا عمل تاني. لا، ما انا باخد كل مستحقاتي وبزيادة كمان داخل هذا المصنع، يبقى انا عملت ترابط نفسي ومعنوي ومادي بين العامل وبين المصنع او المؤسسة الصناعية اللي هو بيعمل فيها. فاخد رأيه، ايه رأيك في الحوافز اللي بتأخذ كذا اكثر من عامل؟ طيب هل هي كانت في المكان المناسب؟ هل في عمالة تانية طبعا بجوار ايه الاشراف والتقارير اللي بتتعمل، وطابق بين الاتنين وايه وبعض؟ ما هي نظم الانتاج في مصانع الملابس الجاهزة والتريكو؟ قال لي اول حاجة هتنقسم الى مجموعتين، عوامل داخلية وعوامل خارجية. يبقى انا عندي نظم الانتاج في مصانع التريكو والملابس عندي نوعين من العوامل، عوامل داخلية وعوامل خارجية. لما اجي اتكلم عن العوامل الداخلية اعرف على طول ان كل العوامل اللي بتقدر تتحكم فيها ادارة الموارد البشرية. الادارة لما بتتحكم في العامل اقول على طول عليه ان ده عامل ايه؟ داخلي. يبقى هي العوامل التي تخضع لسيطرة الادارة بدرجاتها المختلفة وتؤثر فيها بقراراتها وسياساتها بدرجات ايه متباينة، دي اسمها عوامل داخلية زي المواد الاولية، وده عامل مهم جدا من العوامل الداخلية لانه بيؤثر على الانتاج وزيادته. التكنولوجيا المستخدمة، ودي بتشمل ايه الاجهزة والمعدات والالات، طبعا دي بتأثر على الانتاج. تكنولوجيا المعلومات، دي برضه عوامل داخلية اللي بتحكم فيها الادارة. بيئة العمل، ان ظروف العمل وكل ما يحيط بالعامل من ظروف طبيعية وصناعية زي ايه؟ درجة الحرارة، التهوية داخل العمل، التبريد، الرطوبة، شدة الاضاءة، الضوضاء، كل ده يعتبر عوامل داخلية. طرق اداء العمل مهم برضو جدا، مين اللي بيتحكم فيه؟ الادارة. يبقى ده ايه؟ يبقى دي عوامل داخلية. تمام، عملية الانتاج وده مين اللي بيتحكم فيها؟ الادارة. يبقى عوامل داخلية اللي هي انسياب عملية الانتاج الاوتوماتيكية المستخدمة والمزج بين العناصر الانتاجية ويؤثر ده على معدل الانتاجية. 7 المنتج، تحسين الانتاجية هو تحسين مواصفات المنتج بالمواصفات المطلوبة وتوفير المنتج داخل المصنع برضو داخلي. تدريب القوى العاملة داخلي. الطاقة الانتاجية للمكان والمعدات، ايوة برافو، عوامل داخلية ولها دور كبير جدا في الانتاج. الصيانة، ودي اهم حاجة، لازم يكون في صيانة دورية على الالات والمعدات عشان ما تفاجئش بالتوقف المفاجئ لهذه الالات. النظام الاداري، ده من الكلمة النظام الاداري، يبقى دي عوامل داخلية. حجم الوحدة الاقتصادية وتتمثل في انخفاض وارتفاع التكاليف، دي برضه عوامل داخلية. أي عامل بيسيطر عليه الإدارة الداخلية للعمل نعرف على دول عوامل داخلية، لأني أنا ممكن يجي السؤال في الامتحان يحط لي مجموعة من العوامل ويقول لي ويلخبط بينهم عوامل داخلية وخارجية ويقول لي إيه، فنط لي بقى يعني قول لي هي العوامل الداخلية وهي العوامل الخارجية أو يعمل وصل. تمام، رأس المال برضو تعتبر من العوامل العوامل الداخلية. الترتيب الداخلي الجيد للمصنع من حيث وضع الماكينات والمعدات برضو بيعمل يعتبر من العوامل الداخلية. التخزين الجيد، ان كل مصنع بيبقى فيه مجموعة من التخزين، دي اسمها كلها عوامل عوامل داخلية. طبعا العوامل الخارجية بقى دي اللي هي خارج او ظروف البيئة المحيطة بالمصنع، سياسة الدولة، التأمينات، عندي ايه كمان، العوامل الطبيعية زي عوامل الحرارة، عوامل الرطوبة، البرودة، كل دي اسمها عوامل كمان داخلية. الطاقة، النظام الاجتماعي، سياسة الدولة، الروح التنافس، كل دي اسمها عوامل خارجية. يبقى احنا النهاردة خدنا احنا النهاردة خدنا ازاي ان انا اقيم التدريب وهي مراحل تقييمه، ازاي احل مسألة لو طلب مني عدد العمالة، ايه هي
الأجور وهي أنواع الأجور وإيه مميزاتها وإيه عيوبها، خدنا كمان ما هي العوامل الداخلية للإنتاج داخل مصنع التريكو ومصنع الملابس. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل العوامل الخارجية ونعمل بينهم مقارنة ونحل عليهم مجموعة من الأسئلة علشان نثبت المعلومة عندنا. أتمنى لكم التوفيق وحلقة سعيدة إن شاء الله.